ليكي نض من صورناش الصباح برضه نصورك باشا فعلا اليوم. جدا رانا عندنا جميلة افطار جميلة بصري على مش رأي فلفل ولا الجزائر فايس عموما والمونجا تاعهم، الناس كانت ونجينا عند لامي السوري راضي شاف هنا في الكاميرا القاهرة. اللي هي شباب انا لقيت دهون من الاشرار بيتزا تاع الجزائر. صافا ليك بيان يا هوني راضية هادي يكددوك على بالك. لا لا واحد تاعي واحد مش كذا انا طالعة في الدروج. لا لا هاتي كستيا ولا جاي ترجع فيه من شاف علاش كستيا هاتي سالو ماما شو تهضر معاه شغل في الكون هو مش يلقى في الكون خلاص وي يا سيلا في بالو هو يسلم. الراجل لو لاباس بين كان هو الدين بن شيخ حبيبنا من اكليتو الفم على تاع طاقيني شنو نبعثو نطاقيك فادي انا انا معاه ابي قلت انت زملكاوي ولا اهلي؟ قال لي لا بليش في الكوره. الشباب رانا في وسط البلد في وسط القاهره او مسجد الازهر لحقنا بالاذان تاع العشاء سوا سوا. شباب دلوقتي رانا في السوق الشعبي تاع خان الخليلي في قلب القاهرة. هذا هو السوق الشعبي تاعهم بيان سور في الليل. الدنيا ضاحية عندهم. ايوه بقى بصوا حلوة كده ولا لا؟ حلوة؟ لا لا مش حلوة الأخرى الأخرى الجرونة أحلى بكتير. اسمعوا نيغوسياسيون اللي صار يا دوكا في هذه الاثناء دلوقتي وزاره المحكمه الباليه باش باش تدير كي باليه. راضيه واش راكي حابه تشري؟ راضيه دي البلو شباب حلو شباب. جينا المقهى الفيشاوي انا معاهم يا ناس. راني دوكا في بقال الفيشاوي ها هو. والله راني حاس روحي في فيلم. راني بعد واش باصا ازاي عامل والله راضي يا بن شيخ. ازيك يا برنس عامل ايه؟ ازيك يا باشا؟ ما تجريش على الملايين يا بابا. المراية معاك أم كلثوم قبل ما تروح تغني تشوف فيها. Thank you.
بصي بقى انا تختل لي ما كنت بدات تهضر معاهم بال واش قلتي له ما عندكش عاودي له عاودي له عاودي له صاشي كبير كده هذه قتل لا لا هذه كده كثير اوفر شوفوا بن شيخ شوفوا بن شيخ قاعد بطبع الله الله رجل فوق رجل مانيش فاهم رجل فوق رجل راكي في دار ايوه بقى شباب مباشر من نهر النيل احكي مليح هايلوك سرايا الوعلى وفاس هيلتون يا جماعة الماما المامي بتقول له انه شو مش مطلع له عضري له انت انت بتشبه فنان الجزائر مغني الراب اسمه كريم الجانج يلا صوتوا يا جماعة رامي بيشبه كريم الجانج ولا لا لا لبس على اللي قتلت رياب وشاهدين الكرام بلي لك قتلوا عاوزة ساشي زي ده وش قتلوا وش قتلوا عاوزة ساشي كبير كده لا انا ما قدرتش نو انا ما قدرتش عاودي لي السؤال تاعك عاودي لي السؤال انتم بتعملوا عاشورة هنا موسم عاشورة انا اعرفها بصراحه بتتعمل بس انا بنعملها بالكشري يا ناس بتعملوا ايه الطبخ اللي هي حاجه زي رز بلبن كده وفيها حمص وسكين بوت على الخلطه طيب بالظبط والكشري طبعا في البيت احنا بنعمل شخشوخه رشته رشته كسكس والنسكافيه باللبن ايوه بقى جدلي ما وجدها قطع دوكا قتل الصب وما قتل يفهم زعما هاي ليك القطع ايوه بقى بص شباب اللي ساتنا بكيرو دلوقتي جينا على الرويال كافي تبع رفيقتنا امل هاي لك تحكي على التليفون ايوه انا حسنا وراضيه كيف كيف واسمها هاد البلاصه بنقول لها تبريزونتي لنا شنو هي ديكور شباب راجبتنا ودير دبل هاي تشنور لكم شويه واسمه اسمه اسمها هاد البلاصه امل مول عز هاي الشباب هاي قال لكم هنا سيرتو هنا لافونتاج اللي عندها سيكو دير بزاف دي سواري الجيريان راكم شايفين لي
بقى. يا ناس شوفوا الـ شوفوا الـ واسمه السيرفيس كيفاش يجي احكي مليح الضوء الازرق و... شو هيدا؟ بلو هواي. ما سمعت؟ بلو هواي. بلو هواي يلا باشي. ايوه بقى. ايوه بصوا بقى يا ناس مر ما تمشوا شويه في القاهره يعني ما بينفعش تقول للقاهره ما تدوقوش بالسمك تبعها والسي فود تبعها. اه شباب انضم لنا الفنان تاعنا نبيل الهواري. ازيك يا نبيل حبيبي؟ عامل ايه؟ اهلا يا رياض منور مصر. نهضر معك بالجزيريه تفهمني؟ ايه بتكلم على الجزائري بتفهم؟ بتكلم زي ما انت عاوز. تلاقيني معاك بكل اللغات. يا ناس دايما كنت نشوف في الاغاني تاعو وشفت لقطات من الافلام تاعو، عاوزينك تعطينا كلمه للشعب الجزائري. والله الشعب الجزائري ده كل احنا اولا كلنا عرب، كلنا بنحب بعضينا، وانا يمكن قبل ما تعمل معايا اي حاجه قلت لك ان انا بحب الشعب الجزائري. صح. لان انا بعتبر نفسي جزائري، انا نبيل لواري وكان رئيسكو هواري بومدين يعني، فانا بعتبر نفسي جزائري، والشعب الجزائري والشعب المصري شعب واحد مش عاوزه كلام. ولازم تعرف حاجه ان انتوا اول ناس وقفتوا جنبينا في حرب 67، مغرب العرب كمان كلنا، لو كل الدول الاسلاميه تحط ايديها في ايدين بعض كان ما فيش حاجه اسمها اوروبا، وكانت اوروبا تستاذن مننا قبل ما تعمل اي حاجه، لكن للاسف الشديد ربنا يهدي الحال. المهم يعني الحمد لله على كل شيء. شباب استاذ نبيل قالنا انا ما بحبش الحيوانات. شوفوا القطه وراي قاعده تلف طنبيلته، قالنا ما بحبش الحيوانات. لا لا على مسكين على مسكينه خلوها. يلا يا قطه هوي صونيل. طب استنى.